الأكاديمية الدولية للطيران هورايزن هي إحدى الشركات التابعة لمنصة دعم المهام للشركة الأم إتش. الأكاديمية الدولية للطيران هورايزن تقع في مدينة العين وتخصصها في تدريب الطيارين على طائرات الهليكوبتر، وعندنا في الأكاديمية التدريب الابتدائي أو التأسيسي للطيران ومن ثم التدريب المتقدم. يتم تدريب الأساسي على الطائرات ذات المحرك الواحد حتى يتعلم الطيار مهارات الطيران والطيران المنفرد، ومن ثم المرحلة الثانية اللي هي التدريب على الطيران المتقدم والتي هي تأتي على الطائرات ذات المحركين، حيث يقوم المتدرب الطيار بالتدريب على جميع أنواع الطيران سواء كان الطيران على البحر أو الطيران باستخدام أجهزة الرؤية الليلية التي تساعده في القيام برحلاته في أي وقت يشاء.